السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم يا شيخ، عندي سؤالين، ممكن تسمعني اول بعدين ارد عليه عشان اذا فصل الخطأ وكذا. نحن في المملكة المتحدة وعندنا العشاء بأزي متأخر، يعني العشاء تقريبا حوالي الساعة 11، فيعني ما بناخد غيلولة في وقت النهار وبنصحى بدري عشان الشغل وعشان المدارس وكذا، فهل ممكن نحن نصلي العشاء قبل وقته عشان ننام بدري؟ هل يجوز؟ السؤال. لا تصلي العشاء قبل وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الضرورات القصوى التي تجوز لحديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر في الحالات الضرورية، لكن تقييدا قد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه بدايات الصلاة ونهايات الصلاة.